السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كديرين بخير هانين، أموركم زيانة. مرحبا بكم في فيديو جديد ضمن حلقات شرح موقع ريد بابل وكيفية إيجاد نيتشات وكيفية إيجاد كلمات مفتاحية اللي ما عليهاش منافسة اللي هي كبيرة، وكيفاش نلقاو لي تراند اللي يلاه عدبادين وفيهم لي ديزاين اللي هما قلال، واللي غادي يكون عندنا فرصة كبيرة اننا نحطو فيه الديزاين ديالنا ونجيبو مبيعات، وبالاخص للناس اللي يلاه عدبادين ومازال ما كيعرفوش بزاف الحوايج وبزاف ديال الخبايا والاسرار. اذا اليوم غادي نهضروا على واحد الاداه اللي فتنا شرحتها في واحد الفيديو شحال هذا، نخلي لكم اللين ديالو هنايا الفوق هنا في الفيديو لتحت، ولا المهم في شي بلاصه هنايا. الاداه سميتها بابل سبايدر، وغادي نخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبشن. نظرا للتحديثات اللي وقعت عليها والمسائل اللي دخلوا فيها جديده، كنظن انه من المهم اننا نهضروا عليها، لانها صراحه كتسهل الخدمه بزاف وكتعطيك لي تراند اللي باقين يلاه عدبادين، يعني ما فيهمش لي ديزاين اللي هما كثار، يعني ما كتفوش 30 ديزاين 12 ديزاين، يعني كتكون عندك فرصة كبيرة انك تحط الخدمة ديالك وتبان في الصفحة الاولى، وانك تحقق مبيعات. اذا الواجهة ديال الاداة راه هي هذه، هادشي فتنا شرحناه اللي عندنا به الغرض. غنجيو هنايا للتولز نيو، وغادي نكليكيو. عندنا بوبيلار كيورد، هي هذا الواجهة هي هذه. وعندنا الطاق جينيريتور، الا بغيتي تاخد لي طاق ديال اي نيتش كيف ما كان، كتجي هنا كدير التايتل ديالك وكدير فاين تاكس. ديروا مثلا، نشوفوا مثلا بحال هذا كمثال، ناخذ مثلا هذا، كتجينا كطابي التايتل ولا الكيورد ولا هذا، كيعطيوك لي طاق. فوالا، هادو هما لي طاق. بغيتي دير كوبي ل 30 طاق، كدير كوبي ل 30 طاق. بغيتي دير تاخد 10، كتكليكي على 10 كدير كوبي. بغيتي دير 20، كتكليكي على 20 وكدير كوبي. عندنا هذه اللي مهمة، توب تراند. هنا كيعطيونا لي تراند اللي يلاه عاد بادين، يلا عاد بعدين. بحال انت مثلا هذا بلاك اند بايت ارسنال اف سي، يلا عليه 11 في الريزالت، وعندك الامكانيه انك تسيرشي في ريد بابل، وحتى ميرش باي امازون. الناس اللي كيخدموا ميرش باي امازون راه حتى هما يقدروا يستافدوا من الاداه هذه بزاف. هذا غادي يكون تريد مارك، هذه حتى هي غادي تكون تريد مارك عندنا سوني شي حاجه. نشوفوا شي وحده اللي ما فيهاش تريد مارك كوبي رايت، نجيو هنا نديرو هنايا 100. بحال مثلا هذه، غنشوفوها تيوزداي فرايداي ايف ميم، هذه غادا تكون كنقول انا غادا تكون تريد مارك. هذه نديروها في جوجل نشوفو. فوالا، اذا هذه كيف ما كتشوفوا ما فيها لا تريد مارك لا حتى حاجه، نشوفوها في ريد بابل. يلا عليها 53 في الريزلت، يعني هنايا تحط الديزاين ديالك، وانتم كيف ما كتشوفوا بان لي ديزاين هما عاديين، مش زعما ماشي شي حاجه اللي هي يعني فيها شي مجهود اللي هو كبير. دي تكس عاديين، تا غادي تخدم على ديزاين ديالك، دير ديزاين مزيان، ديزاين عطي العين، وغادي تحطو هنايا ان شاء الله تبان في الصفحه الاولى، لان ما كاينش كومبيتيشن هنايا، قليله وقليله بزاف. نشوفو مثلا شي واحد اخر، نشوف مثلا هذا هو، ما غاديش يكون تريد مارك كما كتشوفوا، هذا عليه 48. ها هو هذا هو، يعني باقي فريش، اللي بغى يخدم عليه راه يمشي يخدم عليه.
نشوفوا شي واحد اخر. شوفوا مثلا هذا، America's nation that can be defined in single word. انتم هذا تا هو التكس، يعني ما فشي ماشي شي حاجه اللي هي كبيره بزاف، وعليه 58 في الريزالت. نشوف معكم شي واحد اخر. هذا شي يكون جاو تريد مارك. No one can make you feel inferior without your consent. وهذا تا هو ما فيش زعما شي حاجه اللي هي صعيبه، عبد التكس وباقي نيتش هذا عليه 133. 133 يعني راه باقي فيه ما يدار، باقي فيه الخدمه. تحط لي ديزاين ديالك وان شاء الله ضروري غادي يجيب الله التيسير وتحقق مبيعات. نشوفوا التور الاخرى تراند فايندر. هنا مثلا كتجيب تايتل، شوفوا مثلا هذا نجربوا هذا، كتجيب مثلا تايتل كتجيب وكتحطو هنا. فوالا هو كيف ما كتشوفوا كيعطيك هنايا انك تمشي تشوفه في فريد بابل ولا تشوفه في امازون. ما كتشوفه بحال هكا. وواحد القضيه، اي ترند شفتيه باش تشوف لي ديزاين وتكون عندك واحد النظره شويه شامله وتحط واحد الديزاين اللي يكون زوين، تاخذ مثلا تايتل بحال مثلا هذا، تاخده وتحطه في ايتسي. ان ايتسي كيعطي واحد الخاصيه اللي زوينه، ان واحد الديزاين اللي كان عليه مبيعات كتلقى ديك السله هنايا في الجنب على اليمين تقول لك بان الديزاين هذا مثلا راه خدام. كتب واحد الشورت هو كيف ما كتشوفوا هنا. عنده علاقة بديد جيفت ومون جيفت. فوالا ها انتم كيف ما كتشوفوا هنايا، هذا هو في ايتسي. شوفوا واش كاين بحالو هنايا في ريد بابل. كاين هذا قريب لي واحد شويه، لا انا ما قريبش لي، بعيد عليه. اذا هذه هي الطريقه ديال الاستخدام ديال البابل سبايدر. نتمنى انني نكون فدتكم، ونتمنى ان الجميع يكون استفد. واللي عنده شي تساؤل مرحبا يسول في التعاليق وغادي نجاوبه. وما تنساوناش الاخوان من لايكات وديروا ابوني باش هكا كتشجعونا انني نبقى نحط لكم فيديوهات بحال هكا. وتبارك الله عليكم والله يستر الجميع.